بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا في الحلقة دي من قصة اللحظة الأخيرة ان احنا نتكلم على الجلسة التانية، جلسة إعادة الكشف اللي الدكتور كان حددها لأهل هذا الطفل انهم يعودوا له بعد أسبوع. فدخلوا عليه وشايلين الولد، فلمح ان الولد بيتحرك وبيصرخ ولسه عايش. فتلقائيا قال لهم حطوه على سرير الكشف. حطوا الولد وبدأ يفحصه. الولد بيتحرك، بيصرخ، بيهز راسه، عامل قلق. المرة اللي فاتت كان طفل ميت ساكت. فقال لهم يعني هو ايه اللي حصل يا جماعة؟ انا ما كنتش متوقع ان ابنكم ده هيطلع عليه نار، وده كان يعني الطبيعي والمنطقي لطفل مصاب عضلاته المتأثرة بالشلل، 40% من عضلات جسمه، ومنها جزء من عصب بيغذي عضلة النفس، عضلة بتخليه يتنفس، دي بتاخد امداد عصبي من 3 مستويات في النخاع الشوكي، مستوى منهم كان اتأثر. والفيروس شغال ومفيش علاج ومفيش حاجة بتوقفه والمناعة بتقل. فكان متوقع ان على الصبح الفيروس هيطلع لحد مستوى الفقرة العنقية الرابعة ويدمر جدر العصب المحفز لعضلة التنفس اللي بتخلي كل البشر تاخد نفسها، اللي اسمها انحدار الحاجز. فقال لهم هو كان قال لهم ان الموضوع محتاج معجزة، فسألهم ايه اللي حصل؟ قالوا له يا دكتور انت حضرتك قلت الموضوع محتاج معجزة، يعني امر بايد الله سبحانه وتعالى. فاحنا من ساعة ما رجعنا من عندك واحنا علينا اتعلقت بالسماء، اتعلقت بجنبي الله سبحانه وتعالى انه يعمل لنا معجزة تشبه معجزات القرون القديمة. صحيح يعني احنا ما كناش متأكدين قوي ان ربنا هيستجيب لدعوتنا، بس كان جوانا احساس غامض ان الولد هيخف. ما كناش عارفين ازاي هيتم. فاللي حصل في نفس الليلة اللي رجعنا فيها، والدته حكوا له بقى القصة، عملت كمادات والولد على الصبح بدأ يفوق وكده. فالدكتور يعني قال انا ما كنتش اتوقع ان عصر المعجزات ممكن يرجع تاني. يا جماعة ابنكم فلت من الموت، مش بشطارتي ولا بمنعته، فلت بمعجزة لازم تسجلوها. لكن لما الكشف على الولد رفعه من تحت باطه، لقى رجليه بتتحرك زي بندول الساعة، يعني ايه بتتحرك حركة سلبية، يعني ايه بيتهز لوحدها، دي معناها علامة زي بيقولوا ايه ارتخاء عضلي الفلاسيديتي، دي احدى علامات الشل. فقال لهم هو صحيح الولد يعني عاش، لكن للأسف الشديد عضلات كتيرة في جسمه اتأثرت، والولد ده لازم هنبتدي معاه برنامج علاج طبيعي لمدة 3 شهور، نحاول نصحصح العضلات السليمة والعضلات المصابة، نحاول يعني نأخر، نشغلها على قد ما نقدر ونأخر تدهور الحالة بتاعتها. طيب هتعملوا ايه؟ هنعمل ايه؟ قالوا له انتوا هتجولي 3 ايام في الاسبوع، وهنعمل برنامج هسلمكم لدكتور علاج طبيعي، وانا هكون مشرف عليه واتابع معكم. هما في الحقيقة رجعوا مفرحانين، فرحانين ان الولد لسه عايش. عايش بايه وهيعيش ازاي؟ دي ما كانش قضيتهم، كان مكسبهم ان الولد بقي على قيد الحياة حتى لو يبقى فيه اللي فيه،
ودي من عجائب يعني ايه الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعها في الوالدين. هو ما وصاهمش، يعني هو وصانا احنا عليهم لكن ما وصاهمش علينا، بل بدل التوصية زرع في قلب الوالدين جزء من صفاته الرحمة. المهم بدأ الوالدين أبويا وأمي برنامج العلاج الطبيعي، روحهم. كان عليهم بقى إن إيه، إن 3 أيام في الأسبوع إن والدتي هتصحى من الساعة 5 الصبح، هتقوم تجهز الفطار لولادها الباقيين اللي بيروحوا مدارس، يعني تجهزهم للمدرسة، والساعة 6 تشيل ابنها على كتفها وتطلع بيه هي وأبوه على محطة العربيات اللي رايحة القاهرة. يوصلوا على الساعة 8 9، يبتدوا العلاج الطبيعي، يخلصوا على الساعة 12، ويرجعوا البيت تكون الساعة بقت 4 5. طبعا عذاب، حياة واقفة، الولد ما بيشتغلش ال3 أيام دول، الأم حياة بيتها واقف، ولادها الباقيين 5 قبليه يعني ايه بيمارسوا حياتهم لوحدهم، بيروحوا المدرسة يرجعوا الواجبات، يعني ايه البيتش بيتوقف، الدخل قل للنص. فكل دي كانت التكاليف عليهم، هم تحملوها بنفس رضيع لحد ما ال3 شهور خلصوا. بعد ما خلصوا ال3 شهور الطفل كان بقى عمره تخطى العام. لما الطفل وصل للمرحلة ديت كان مقدار التحسن في حالته اكليتيكيا ما هوش جد يعني واضح قوي. ليه؟ لان الطفل بيبقى مش في حالة من النشاط الطبيعي، لا بيجري ولا يعني كل لسه ما اتعلمش حاجة، فيدوبك ايه ان الولد ردود افعاله ناحيه الايه المنبهات الطبيعيه، حد قرصه وعايز يعني بدات تتحسن، انما يقوم يقف لا خلاص، يقعد خلاص انتهى. امال الوضع الايه الجديد اللي عليه بقى ايه؟ بقى فقط نايم على جنب، ما بيقعدش. ليه؟ لان عضلات الجذع بتاعته النص اليمين توقفت عن العمل، ورجله الشمال واقفه، ودراعه الشمال منطقة العضد والكتف متوقفة، فيعني استحالة ايه مش هيعرف يسند حتى عشان يقوم. فبقي مستلق على جانبه، احد نايم على جنبه. الدكتور قال لهم على التقرير بتاعه، هم طبعا هم رجعوا له بعد 3 شهور علشان يقيم الحالة، كلموه فقال لهم انا يؤسفني اقول لكم ان الولد مش هيتحسن كتير عن الحالة ديت، في اقصى الاحوال لما يكبر هيقعد على كرسي متحرك وهو مش هيقدر يقعد، فهتربطوه في الكرسي وتمشوه بيه. وانا انصحك يا حاج سعيد انك من دلوقتي تدور له على ممرضة تقعد بيه الفترة اللي هيعيشها ديت. قالوا له فترة يعيشها، هو حضرتك تقصد ايه؟ يعني مش هيعيش زيه زي الناس؟ قال لا، الولد نظرا لقلة الحركة في السن المبكرة ديت مش من منتظر يكمل عند لحد 20 سنة، يعني قبل 20 سنة يكون توفى من آثار ومضاعفات الرقود الطويل وقلة الحركة. طيب هنعمل ايه؟ قال طبعا انتم مش هتقدروا عليه تختموه ولا اخواته يكون حد فضيله، فانتم هتجيبوا له ممرضة هترعاه ال20 سنة دول، ويعني ايه اجركم على الله واصبرهم، وجايز يجد في الامور جديد، لكن احنا هنبقى متابعين مع بعضنا. رجع الاب والام والطفل صار على أبواب عام السيد، استقبل الطفل مجدي سعيد اللي هو محدثكم عامه الثاني في الحياة
استقبال غريب. أي طفل بيستقبل العام التاني بيستقبله ببهجة وفرح، بيكون اتعلم المشي ويبتدي يجري ويسند ويتشاكس ويضحك وإلى آخره، وتبتدي والدته تعلمه إزاي يقعد على يعني إيه، معلش إحنا نقول التواليت، إحنا زمان كنا بنسميها القصرية، يعني طبعا اللفظ ده مقولوش دلوقتي، لكن الأم بتبتدي تعود ابنها يقعد على قصرية، عفوا يعني في اللفظ، اللي هي طبق بلاستيك كده على قده، بيتعلموا فيه ازاي الحمام. الطفل ما بي خلاص ما عندوش الاستعداد ان هو يقعد، ما بيعرفش يقعد، مش ما بيعرفش يمشي، واقفة ما بيعرفش يسند، جري ممنوع. اصبح الحاجات ديت، المصطلحات ديت، الوقفة، المشي، الجري، القعاد، ممنوع عليه. فالطفل استقبل حياته وهو في وضع الرقود، فامه يعني صعب عليها انها تشوف ابنها نايم على جنبه كده على طول، فراح جاية شايلاه على كتفها. وبدأ الطفل يمارس حياته من على كتف أمه، أصبح كتف أمه. استمر الحال ده على فكرة 5 سنين، 4 سنين على سنة عمره، يعني 4 سنين فوق السنة بقى لحد 5 سنين، استمر 4 سنين على كتف أمه. كتف أمه بالنسبة له بقى هو يعني مسرح الحياة بتاعته. اتكتب عليه إنه يمارس حياته في مكان أعلى من بقية الأطفال بتمارس فيه حياتها. الأولاد كانوا الأطفال بيمارسوا حياتهم على الأرض، هو بقى يمارس حياته فوق على كتف أمه، وكأنه كان مقدر عليه إنه يشاهد الحياة من أعلى، يبص لها نظرة علوية ويقيمها. ما نعرفش ايه اللي كان بيدور في ذهنه وقتها، انما هو كان بيراقب الحياة من فوق. حيث كتف أمه ده كان هو غرفة المعيشة بتاعته اللي عايش فيها طول النهار، غرفة اللعب بتاعه، قاعد يحرك ايده يلعب في شعر أمه، ماسك فيها خايف يقع، هو دورة المية والحمام بتاعه، بيعمل حمامه بلا استئذان، ومخلفاته بتنزل على كتف أمه، مش يعني ايه، مش مدرب على ان هو يقضي حاجاته الطبيعية بصورة زي بقية الأطفال. وطول النهار كانت كتف أمه ده هو غرفة النوم بتاعته، وياخد القيلولة بتاعته عليها. طبعا أمهات الزمان ده كان عندهم احترافية عجيبة في انهم يشيلوا أولادهم على كتفهم ويمارسوا حياتهم بشكل عجيب، لسه بنشوفه احنا حاليا في النساء الريفيات وهم ماشيين في الشوارع شايلين البضاعة بتاعتهم اللي رايحين يبيعوها في الأسواق، وتلاقيها بتشد في ابنها وماسكة حاطة على راسها حلة أو على راسها يعني قفص أي حاجة، وفي اتزان عجيب. فصارت أمي شايلاني طول السنين ديت على كتفها، اللي هو بقى مسرح الحياة بتاعي. أبويا ما كدبش خبر، قال الولد دلوقتي قد هنستحمله سنة التانية، إنما يعني يا ترى هنعمل إيه بعد كده؟ فراح اشترى لي حتة أرض وشرع في إيه إنه يجهزها ليا، بس الكلام ده كان متأخر شوية في بداية السنة 5، صار يجهزها ليا كبيت ويجيب لي فيه حد يرعاني، بس الكلام ده كان متأخر زي ما قلنا، وأنا اتعرض له للموضوع ده ممشيش. ديت كانت المسيرة لحد سن 5 سنين، صارت الحياة بهذا الشكل. الأم تصحى من النوم الصبح على سرير ابنها، تبتدي تغير له وتشيله وتحطه على كتفها، تمارس حياته، هو يبتدي يمارس حياته. يا ترى كان بيفكر في ايه وقتها؟ اكيد كان له عقل بيفكر فيه، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه بالانسان انه بيمسح من ذاكرته الاحداث المؤلمة، وخصوصا فترة الطفولة. كان الطفل، اي طفل بيتعرض لاحداث مؤلمة كتير لكن ما بيتذكرهاش لما بيكبر، ودي من اللطيف
افعال الله مع عباده. وبنفس الطريقة الطفل المصاب بالشلل ده اكيد كان بيعاني نفسيا وعضويا، لكنه لا يتذكر ابدا ما حصل له في هذه الفترة. دي كانت المعجزة الاولى، ان هو افلت من براثن الموت الاول، واصبح الان في انتظار المهلة التانية اللي الدكتور منحها لهم لحد 20 سنة ويموت. فصارت علاقة الأب والأم بابنهم علاقة مودعة، عارفين إنه معهم طفل، زي مثلا مريض المايوباسي دلوقتي اللي يعني إيه ضعف العضلات الجسم لما بيوصل للقلب الشاب بيموت، بنشوفها إحنا كتير. دي أشبه بقى بالمايوباسي يعني، بس إيه العضلات هنا توقفت، لكن مشاكل توقف العضلات هو اللي هيعمل المضاعفات اللي هتموت. فأصبح الأب والأم علاقتهم بابنهم علاقة مودع، منتظرين يا ترى بعد 20 سنة إيه اللي هيحصل. فكانت معاملتهم ليه رفيقة جدا. الأم استحملت 4 سنين شايلة ابنها على كتفها كتير، وفي خلال ال4 سنين دول حملت مرتين، ما كانتش لسه حبوب من الحمل اكتشفت، حملت مرتين وجابت بنتين اللي هم اخواتي الصغيرين بعد كده، وكانت تحمل في بطنها وتحمل على كتفها كل ده، وهي ايه صبرة محتسبة لحد لما حصل عند سن لما الطفل بلغ 5 سنين بالتمام والكمال، حصلت معجزة أمر لا يصدق. لولا إن كثير من شهود هذه الواقعة أحياء، وأكدها لي أكتر من يعني 40 50 واحد من اللي شاهدوا الواقعة، حصلت معايا معجزة. أنا في الحقيقة مش عارف أشكر الله سبحانه وتعالى إزاي على كم المعجزات اللي أحدثها في حياتي. يعني أنا كنت عدم، وكنت مرشح للموت مبكر جدا، وأصدر أمر للفيروس إنه يتوقف. الفيروس الليلة اللي الدكتور فيها قال إن أنا هموت، الفيروس كان شغال وطالع نازل، لكن المعجزة اللي حصلت إن إرادة الله سبحانه وتعالى اللي أمرت الفيروس ده إن يغزو الجسم ويعمل التلف والدمار اللي حصل ده، قالت له توقف، فوقف الفيروس وقالت له موت، ومات الفيروس وانتهى وتوقف الحال على ما هو عليه. ودي صارت أول معجزة للإفلات من الموت المبكر. طب الموت التاني المنتظر عند 20 سنة بسبب مضاعفات الرقود، ده اللي خلى نفسية والدي ووالدتي دايما مكسورة، خاطرهم كان دايما مكسور، بينظروا ليا نظرة ايه مودع، يا ترى فات سنة، فات 4 سنين على المهلة، فضل له الوقت قد ايه 15 سنة. وطبعا كانت علاقة يعني ايه يعني حساسة وحزينة. والله سبحانه وتعالى أراد أن ينتشلهم من هذا الحزن الطويل اللي استمر معهم 4 سنين، أرادوا أن يجبر خاطرهم، فحصلت معجزة أشبه بمعجزات الأنبياء، معجزة زي اللي كان بيعملها، معجزات الحسية زي معجزة العصا سيدنا موسى، أو معجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص اللي كان سيدنا عيسى بيعملهم، معجزة خروج الناقة من الجبل اللي سيدنا صالح كان عملها، ومعجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، الحجر اللي كلمه والشجر اللي بكى علشانه. حصلت معايا معجزة، بس التاريخ لم تذكر، لأن البيئة اللي حصلت فيها المعجزة كانت بيئة معلش ما عندهاش ثقافة ولا علم ما يكفي لعرض هذا الأمر. أنا حاليا بعرضه وهقول المعجزة
اللي تشبه معجزات الأنبياء اللي حصلت معايا في سن 5 سنين، وديت هتكون ميعادنا في الحلقة الجاية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.